بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحباب الكرام، وموضوع أنها أعمال يسيرة تكون سببا لدخولك في الجنة. أعمال فضود وبإذن الله تعالى سبب كون نقول كرساء إن الجنة كوكشو. ما أنت نوى حلقة إن صدحي الله باتناد، وحنقصه قادنا إن حديث عبادة بن الصامد رضي الله عنه ولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد شن صلادات وإلهي أدومد أو كفر ليالي فواجب وادقرانا إسان مركي النبي صلى الله عليه وسلم واجب يالي سدرة المنتاب ودافي ملائكتم يلعين قارين بوهر ووسي سعود النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل كإنتا لأجان حتى أقول لك سوفر نروح حفظ سنة يا وروح كارن أو يعني آخره دي ستبضا أنك لهين نبي مرقى وعلي شان صلاة إلهي أدوما دي سكو كو فرالي إلي فمن جاء بهن روح شان تاصر لي مادا لم يضيعن منهن شيئا استخفافا وحبنا أن كبّي لهن شان تاصر صلاة فليس أفضل سنة يدرت حق وضع أفضل سنة يو ها كان له عند الله عهد إلهي أكتي سوى حوية لا بلنبع إلهي أكتي سوى تعالى أو بلنبع سمحيته إلهي أكتي سوى تعالى إلهي سوى بلنبع أوية لي أن يدخله الجنة إلهي أكتي سوى حوية للروحة سيساقا إشان تا صلاة سيديهين أليمد إي آن ضيعين أم بيليهنين إسوى حق صلاة حصفوضي سنية إلهي أكتي سوى حوية لا بلنبع إنو إلهي الروحة جنة دقريو أفرس شان تا صلاة واجبك صلاة الصبح ظهر عصر مغرب إي عشها روح شن تاش صلاة إلهي نغفر لي للي مادا أن صح أولئما أن سوى ضيعي ولي وان حقوقي صلاة إلهي روح إلهي أكتي سوى حوية لبلنا إنو إلهي جنة قليو ولم يأتي بهن ومن لم يأتي بهن روح عن شن تاش صلاة إلهي نصوم أهم فليس له عند الله عهد إلهي أكتي سوى حبلنا أمتها الله بلان آين جنة لقلي روح سمة الله لأن شنت الصلاة وعهد إلهي أكتي سكوية اللو إلهي كو بلان قاضي حتى سيديهين عدو سو قدتو إنو جنة كو قلين أيو سيدا درتت روح مسلم كايد روح مسلم كما تقايا صلاة روح مسلم يعني سوى باب كيسا لأن روح صلاة كتقايا مسلم فعلا العهد الذي أفرس العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر annaga iyo nimanka gaalada waxa noo dhaxay balanta nolol kala saari waxa nolol kala garta waxa weyn waa salaada ruuxi salaada ka taga nabi wuxuu yiri faman taraka faqad kafar la ilaha shama la hadalku xaqiiqadiisa lagu xambaaray ninkii salaada ka taga wuu gaalaway yiri nabi sallallahu alayhi wa sallam ninkii isaga salaada ka taga sida ku dhintana dagaalnimu ku dhimanaya idan waxa uu yiri nabi sallallahu alayhi wa sallam waman lam yaati bihin ruuxi aan salaadaha shanta layman فليس له عند الله عهد إلهي أكتي صاحب بلان أو تعالى إنو جنقل يوم مجرته إن شاء عذبه إله دو دونه عذاب وإن شاء أدخله الجنة دو دونه جنده وتحت مشيئة الله جل وعلا. إذن أحباب الكرام وحلقة دينيسة دحي الله باتناد وكم إذا عماش فضود سبق ونقون كرتين جنده قشو صلاة هي قيمة إليهم بين وكتوس إيسا ومن ملاينا الروح مسلم وإلهي رميسان نبي محمد رميسان إنه الصلاة سيدي بيروغة تغيو الله إذا ما كريه الصلاة أنكو دا دانو أصوات الجنة دلوغلا وجزاكم الله خيرا حلقات إنه حلقات كان ونسو صعدونان وصعدو ونكسان يدغيسو عنو جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.